رأيك غير رأي، غير رأيها، غير رأي ناس كثير. لازم يكون هناك اختلاف، لكن هناك مواضيع كلنا غالبا نتفق فيها، وهذا الذي يسمى الرأي العام. من خلال برنامج رأي عام سنتعرف على رأي المجتمع والإعلام والصحافة ورأيكم أنتم أيضا، من خلال مشاركتكم على الهواء مباشرة في كل قضية أو ظاهرة أو خبر يتعلق بحياتنا، لكي نكون للحقيقة أصدق. للمشاركة بالبرنامج يرجى إرسال رسالة نصية بكلمة رأي عام على الرقم التالي: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدين الكرام أينما تكونون حياكم الله، ونجدد الترحيب بكم في برنامجكم دائما والمعتاد، برنامج رأي عام. برنامج رأي عام الذي يأتيكم عبر شاشة قناة عدن الفضائية. أهلا مرة أخرى فيكم، وأهلا وسهلا من جديد، ونستقبل اتصالاتكم دائما على الرقم المدون أسفل الشاشة بعد لحظات. موجود الرقم، فقط ما عليكم إلا إرسال رسالة قصيرة SMS لهذا الرقم، يتم التواصل مباشرة معكم لتكونون معي على الهواء مباشرة لتدلوا بآرائكم، ونكون دائما للحقيقة أصدق من خلال برنامج رأي عام الذي يحاول أن يكون قريب من المواطن اليمني على امتداد الخريطة اليمنية دون استثناء. فاليمن الاتحادي القادم بقوة يهمنا جميعا، ويهمنا قضاياكم أنتم أبناء الشعب اليمني الواحد والعظيم. مشاهدينا الكرام، كثير من القضايا والهموم التي ناقشناها في هذا البرنامج، وجسدنا يعني القصور في كثير من مؤسسات الدولة، ولكن الحمد لله هناك استجابة واضحة من الحكومة والمعنيين والمختصين، وكثير من الجهود الحثيثة التي نباركها لمن يعملون في أعمال جبارة في اليمن، وخاصة في ظل هذه الظروف الرهينة. دعوني في البداية استقبل هذا الاتصال من الأخ منير حميد سيف، الأستاذ منير حميد سيف القائم بأعمال مدير عام مديرية صالة بمحافظة تعز. مرحبا بك أستاذ منير. أهلا وسهلا بكم بقناة عدن المناضلة. يا هلا فيك، ويا هلا في المناضلين أيضا أنتم في الميدان في محافظة تعز، والتي تشكي وتتوجع وتئن كثيرا. هذه المحافظة التي اليوم يعني تعتبر من المحافظات المنكوبة والمحاصرة كثيرا. مديرية صالة التي أنتم الآن تقومون بأعمالها، وأنت الأمين العام للمجلس المحلي في مديرية صالة، نعرفها كثيرا من أنها تعتبر مسقط رأس الحوثيين في تعز، ولكن تحررت هذه المديرية بأيدي أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية. صف لنا الآن أنتم دوركم يعني كسلطة محلية متواجدين في مديرية صالة في تفعيل الجانب الخدماتي، إضافة إلى الاحتواء الأمني في هذه المديرية التي تعتبر من كبرى مديريات محافظة تعز. طبعا نشكركم اولا لتحسن هذه الفرصه للقاء معكم وتوضيح وضع هذه المديريه. طبعا مديريه صاله كان يتفاخر العطاش المخلوع انه مسجل في اول تسجيل في قيودها الانتخابيه. نعم. اينما كان مدير قائد اللواء في تعز. الان مديريه صاله تمسح اسمه من قد مسحت اسمه في 2011، والان يتم تقطيع السجل الانتخابي الخاص به. نعم. ومديرية صالة طبعا مديرية كبيرة وشاسعة تمتد حتى منتصف الحوضان، يعني نتمنى من الله سبحانه وتعالى ان يحرر قريبا ان شاء الله باذن الله، حسب ما نسمع و يبشرنا به رئيس الجمهورية حفظه الله. نعم. عبد ربه. ونحن نتفائل كثيرا لان يعني الشرعية ستلتزم بكل التزاماتها تجاه تعز، ونحن نفتخر اننا نقاوم ونصمد رغم الحصار والقصف اليومي. يعني احنا في كل ليله ننام على اصوات القذائف ونقوم على سماع صوت الاسعاف من الشهداء، ولن يزينا هذا عن الاستمرار في الصمود والوقوف مع الشرعيه بكل قوه.
مديرية الصالة طبعا تم الآن تنشيطها منذ حوالي 4 شهور، وطبعا بإشراف من السلطة المحلية في مركز. نعم. وتم تنشيط مكتب التربية والتعليم، وحتى الآن حدود 5000 طالب يدرسون في هذه المديرية، رغم أن نسبة التحرير فيها حدود 70% إلى 75%. جميل. والحمد لله تم تفعيل إدارة الأمن بقيادة أخي كرم الزعيم مديرية الصالة. طبعا تم نقوم بزيارة ميدانية على مستوى المديرية، حارة قريش، منطقة قصر، منطقة القصر، منطقة صالة، حول القصر. طبعا منطقة صالة الآن يعني نوع من عامل نوع من الجدار الثاني بتاعت طبعا القصر، يعني فقط التشريفات والقصر والسلال، هذه المناطق الموبوءة بجراثيم الحوثية والعصاشية هي من تقوم بقصف المدينة ليلا نهارا، والمنطقة الشرقية بشكل رئيسي هي ثم تمدير الصارة. ونحن طبعا صامدين وسط هذا القصف، ونقف مع أبنائنا وأخواننا في المديرية، نوفر قدر استطاعة ما نستطيع. طبعا قمنا بعملية رش المبيدات الحشرية قبل حوالي 2 شهر. آخر ما تم من جهة المديرية هو تفعيل جانب الأمن وافتتاح المديرية إن شاء الله قريبا. قد تم تفعيل مبنى لإدارة المديرية، ولكن ننتظر إن شاء الله حضور المحافظ إن شاء الله لافتتاح المديرية. نشكر أستاذ طبعا منير جميع الذين تفاعلوا معنا من القائمين في محافظة عدن. جميل، أنت تشكر الذين تفاعلوا معك، واليوم قناة عدن الفضائية هي قريبة منكم وتتلمس الهموم والأوجاع التي تعيشونها في محافظة تعز وخاصة مديرية صالة. ألا تلاحظ أخي منير بأن السلطات المحلية غائبة كثيرا عن محافظة تعز؟ وأنت تحدثت في تواصلك السابق معنا عبر رقم البرنامج بأن السلطات المحلية تعتبر شبه معدومة، شبه متواجدة، أو بمعنى أصح ليست متواجدة في الميدان. يعني كيف هو حجم التواصل الذي يتم من خلالكم مع محافظ المحافظة وهو المعني الأول بهذه المحافظة، إضافة إلى السلطات المحلية من وكلاء وإدارة أمن للمحافظة؟ كيف يبدو التواصل بينكم وبينهم؟ الكل يقول بأن هناك فجوة واضحة بين التواصل بين مدراء المديريات والمحافظة. يعني طبعا السلطة المحلية تم تفعيلها عن طريق الوكلاء الموجودين في المحافظة، أخي عارف وأخي رشاد، وموجود مدير مكتب المحافظ أحمد سيف الذي يعتبر صراحة الدينامو المحرك في المحافظة هنا، وفي تواصل مع الأخ. طبعا احنا نتمنى وجود الأخ المحافظ، مع وجوده بيمنع التداخلات وبعض الأخطاء التي تتم من قبل بعض الأشخاص في قيادة السلطة في تعز، ونوع من أحيانا التسرع في بعض القرارات وعدم الرؤية الثاقبة. يعني أحيانا وجود بعض الشباب في قيادة السلطة هو ينفع، ولكن بعض الأحيان يكون في متسرع، فوجود الأخ المحافظ سيمنع هذه الإشكالات وبيكون في قرار حكيم في المحافظة. نعم. نحن الآن نتعرض طبعا لبعض يعني تأخر في دعم مديرية الصالة، مثلا تداخل في أخذ بعض الالتزامات مع مديرة أخرى، طبعا بسبب غياب الأخ المحافظ. وجود الأخ المحافظ سيمنع هذه التداخلات وبيمنع أي تصرفات سواء كانت بنظرة خزية أو بنظرة يعني نوع من أستاذ منير تصفية الحسابة. نتمنى الأخ المحافظ يكون موجود عشان خاطر يحل هذا الإشكال. نعم، هو المفترض أن يكون متواجد في الميدان، لأن كل محافظي المحافظات يجب الآن يعودون إلى أرض الوطن لتفعيل الحياة والجوانب الخدماتية، ولكي يلامسون هموم المواطن ويكونون قريبين منهم، حتى لا تكون هو يعني هو وفجوة واضحة ما بين السلطة المحلية والمدنيين. الآن في تعز هناك هجوم كبير على المحافظ والمحافظة بأن ليست متواجدة ولم تعمل مع المواطنين في تعز. هناك أيضا يعني ردود أفعال
سيئة من قبل مواطنينا تجاه المحافظة، أنتم كمعنيين مدراء مديريات وأيضا مسؤولين في المحافظة، يجب عليكم أن يعني تبادرون وتقومون بالتواصل بشكل فعلي وتطبيع الحياة في كثير من المديريات ومنها مديرية صالة. أكيد أكيد. نحن طبعا من بداية الفترة يعني أنا بصفتي في المجلس المحلي في المديرية أنا موجود مع المواطنين، ومن بداية الحرب ونعاني كما يعانون ونحاول نخفف قدر ما نستطيع في توفير الماء الشرب ومكافحة البعوض، ونحن موجودين وسطهم يعني لم نغيب عنهم ساعة، وهذا واجب طبعا، والمقاومة يدا بيد نحن معهم في كل لحظة يعني. بالضبط 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 نعم بالضبط. وتعز يا أخي هي دائما تبحث عن مشروع الدولة ومشروع الشرع مشروع الحرية أو الكرامة، يعني رغم التقصير ولكنها دائما تنظر إلى الشرعية كأنها الخيار الوحيد والأبدي نحو دولة اتحادية عادلة بإذن الله تعالى بإذن الله. والتقصير طبعا يعني أخي المحافظ المعمري صراحة نحن نحبه ونقدر جهوده حتى هو خارج تعز، فنحن نتمنى أن يتواجد معنا يعني فعلا تواجده بيحل كثير من الإشكاليات، رغم أننا نعرف أنه في مخاوف في بعض الأحيان تكون مخاوف نوعا ما من ناحية أمنية وتعدد عندنا في تعز بعض اصحاب النفوذ، ولكن احنا يعني وجوده معنا واعتقد انه بتحل هذه الاشكاليه باذن الله تعالى. وكما ذكرت اخي منير حميد سيف بان وجوده مهم جدا لموضوع القرارات والعشوائيات التي تحدث في السلطه المحليه، ناهيك عن بعض الخروقات والارهاصات التي تحدث في كثير من مكاتب المحافظه، يعني تواجده مهم جدا لحل مثل هذه المعضلات في المحافظه وعدم ان تكون الامور عشوائيه وتصبح يعني محافظه تعز واهنة، ونحن لا نريدها كذلك، نريدها تعز الحقيقيه الثقافيه القويه بصمود ابنائها ورجالها ونسائها ايضا. محافظ المحافظه في تعز كان متواجدا مع اجتماع عقد مع رئيس الجمهوريه فخامه الرئيس عبد الرب منصور هادي في محافظة عدن في العاصمة السياسية المؤقتة، ولهذا نحن نأمل بعد هذا اللقاء أن تكون هناك همة وقوة من قبل المحافظ ليعود إلى أرض محافظة تعز ولديه الدعم المعنوي والمادي واللوجستي حتى يتمكن من البقاء في محافظة تعز وضمن إطار تعز ليس بعيدا عنها ليكون قريب منكم أخي منير. أكيد نعم. وطبعا المسافات الضاغطة على الأخ المحافظ هي ما تمنعه من تواجده في المحافظة، يعني ما يعني ملف الجرحى، ملف أسر الشهداء، ملف مرتبات الجنود، فهذه الملفات هامة جدا، والمحافظ يعني تقريبا يعني يكون التواجد في يعني لازم يكون برفقه حل هذه الاشكالات. نعم، حتى هناك بعض الشكاوى تصل لموضوع ملفات يعني الجرحى بان هناك خروقات تحدث في الكشوفات وهناك محسوبيه، كثير ما نحصل على بعض يعني الشكاوى من المواطنين بان كشوفات الجرحى لم يتمكن كثير من جرحى محافظه تعز السفر الى الخارج للعلاج بسبب ان هناك يعني تقديم بعض الشخصيات التي اصبحت قريبه للفلان والفلان، وهذه ما زالت متواجده، يعني من المعيب ان تكون متواجده في تعز الوساطات وهذه الامور. اذا نحن نتمنى لكم التوفيق دائما في اعمالكم في محافظه تعز. استاذ منير حميد سيف القائم باعمال مدير مديريه صاله، شكرا جزيلا لك، كنت معي على الهواء مباشره في برنامج راي عام. معي اتصال هاتفي اخر على الهواء مباشره معي علي من السعوديه، مرحبا بك علي. يا علي كيف حالك؟
إذا مشاهدينا الكرام ما زلنا نستقبل اتصالاتكم عبر إرسال رسالة قصيرة SMS على الرقم المدون أسفل الشاشة، وما عليكم فقط إلا إرسال كلمة رأي عام، بعد ذلك يتم التواصل معكم مباشرة لتكونون معي على الهواء مباشرة، ونحاول أن نقف معكم وحيال كل مواضيع وهموم قضاياكم التي تعيشونها في نطاق محافظاتكم ومديريتكم في اليمن الحبيب. تعز تعاني وتستغيث بأن هناك عدم وجود سلطة محلية مفعلة فيها، بعدم وجود جانب من الخدمات التي يجب أن تتواجد الآن في ظل تحرير كثير من مناطقها. ألو. معي على الهواء مباشرة علي من السعودية، مرحبا بك علي. السلام عليكم، كيف الحال يا أخ؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بخير وعافية، وأنت طيبين. كيف حالك؟ والله طيبين أخي، من أي محافظة يا علي؟ من محافظة يافع. يا هلا فيك وبأهل يافع الغراء الأحباب الطيبين دائما. حياك حياك والله على عيني وراسي، كيفك طيب يا اخوي؟ بخير وعافيه، الله يحفظك يا علي. يا علي، يافع تعتبر قطعه من الروح وقطعه من اليمن الحبيب، اتمنى يعني تطمنا على اهلك في ديرتك في محافظه او مدينه يافع التابعه لمحافظه. والله من ناحيتنا من ناحيه يافع يا ابن العم ما شاء الله الامر مستقر والاوضاع ساكنه، ودعمنا بأرواحنا لكل الجبهات. نعم، ونحن نعرف ذلك بأن شباب ورجال يافع متواجدين كانوا في مقدمة الصفوف في كثير من الجبهات، فالتحية لكم ولكل الرجال من يافع. علي، هل من هموم أو قضايا ممكن تناقشها في برنامج رأي عام أنت معي على الهواء؟ والله شوف، ما من هم ولا هم التحية اللي راحوا فيها اللي بتأمة، هذا أكبر هم علينا يا أخي، ماتوا من الجوع وماتوا من الظمأ وامراض وباء عليهم يا اخي، اقل شيء يعملوا لهم مشروع يعني شوي ولو بسيط، مشروع دعم للتحيز بالحديده. برافو عليك، وهذا شعور لطيف ان يتواجد من ابناء يافع وكل محافظات اليمن ينادون بالتخفيف من المعاناه الذين يعيشون فيها في محافظه الحديده والتحيته تحديدا في تهامه. شكرا جزيلا لك. نعم، ولو يبغوا مننا دعم، دعم مننا، وانا ادعم بنفسي معنويا وماديا، ولو يبغوا فلوس نعطيهم فلوس. والنعم وبرضه من يافع في ناس كثير يبغوا يدعموا لهم ويفكوا لنا صندوق للدعم، والله لا الدعم هذه المنطقه يعني ناس يموتوا من الجوع، ايش ذنبهم يا اخي؟ اقل شيء يتحرك عبد الله منصور ويرغف بقلبهم، لان قال الرسول صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. نعم. فهو يوم القيامه مسؤول امام الله عن هؤلاء الذين يموتوا من المرض ومن الجوع بالتحيزه. نعم، اذا انا اشكرك يا علي على تفاعلك اللطيف ويعني طيبكم وسعة صدركم لأجل التخفيف من معاناة كثير من المدن ومنها محافظة الحديدة تهامة التي تعاني كثيرا ومنطقة التحيتة من الجوع والفقر أعانهم الله. دعوني أستقبل الآن هذا الاتصال معي من محافظة عدن، مدير عام مديرية صيرة الأستاذ خالد سيدو، مرحبا بك أستاذ خالد. السلام ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام، كيف حالك؟ الحمد لله رب العالمين. يحفظكم الله، طمنونا على أحوالكم، على أحوال مديرية صيرة التي عانت كثيرا أثناء الحرب، ولكن بعد ذلك يعني استفاقت هذه المديرية واستعادت يعني رونقها التي كانت تعيشه من قبل في مؤسساتها الحيوية. مديرية صيرة تعتبر المديريات الكبرى في محافظة عدن، وأنت مديرا للمديرية، يعني كيف تبدو الجوانب الخدمية في هذه المديرية؟ كيف يبدو المواطنين؟ هل هم في ارتياح مما تقدمونه في هذه المديرية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا تعتبر مديرية صيرة من المديريات التي تضررت كثيرا أثناء الحرب الغاشمة، ولكن والحمد لله بفضل الدعم اللامحدود من قيادتنا السياسية في السلطة المحلية في المحافظة تم إعادة الخدمات العامة للمواطنين، والحمد لله نحن في صدد إعادة البنية التحتية في المديرية والمحافظة عموما، ولحد الآن نحن قطعنا شوط كبير في تطبيع أيضا الحياة العامة في المديرية وفي المحافظة عموما، وما كما سبقنا ذلك بدعم من السلطة المحلية التي تحتنا بقوة على ضرورة البقي والالتقاء بالخدمات العامة التي يحتاجها المواطنين. نعم أستاذ خالد سيدو، هل تتواصلون مع محافظ المحافظة الزبيدي في بخصوص مديرية صيرة، وكيف يمكن أن تعيد رونقها الحقيقي لأنها تحوي على كثير من المآثر التاريخية؟ طبعا
طبعا نحن على ارسال دائم ومباشر بالاخ اللواء ادريس الزبيدي المحافظ المقاوم والذي دائما كما سلفت بانه يحثنا على ضروره الالتقاء بالرساله الخدميه في المديريه وذلك لاعاده رونقها السابق على اعتبار ان مدينه كرينتون هي قلب الجنوب وقلب عدن النابض ونحن على هذا الاساس نعمل جاهزين دون خلل او ملل من اجل استعاده رونق هذه المديريه. نعم باذن الله ونحن نعرف استاذ خالد سيدو بان مديريه صيره كريتر او ما تسمى بعدن التاريخيه والتي تحوي كثير من المآثر التاريخيه والاثار العظيمه الان دوركم انتم كمدراء للمديريه الحفاظ على هذه المآثر التي تضررت كثيرا وهي الاكثر تضررا في الحرب العباسيه. كيف يمكن الان انتم ان توجدوا هذه المناطق واصلاحتها وصيانتها بشكل متسارع وايضا عوده المتحف الذي يعتبر رمز وطني في مديريه صيره ومدرسه بازرعه وكل هذه المآثر الحقيقيه لمحافظه عدن وتحديدا كريتر التي تنعم بها؟ طبعا من المعروف ان مديريه صيره هي المديريه الاكثر احتواء للمواقع الاثريه داخل هذه المحافظه. نعم. وعلى هذا الاساس ومنذ تولينا السلطه المحليه في هذه المديريه عملنا جاهزين على اعاده تاهيل هذه المواقع الاثريه في المديريه ومن ضمن هذه الاعمال التي قمنا فيها ازاله بعض المباني العشوائيه التي بنيت على اطراف هذه الاثار الجميله منها في المجلس التشريعي او في قصر الشكر ما يعرف بقصر السلطان كما ايضا تم اعاده تاهيل صهاري عدن وذلك من خلال القيام باعاده اناره هذا الموقع الاثري الجميل اضف الى ذلك الان نحن بصدد القيام بترميم قلعه صيره هذه القلعه التي تضررت اضف الى ذلك المتحف العسكري والذي يعتبر المكان الاكثر تضررا من الحرب الغاشمه ولكن لدينا خطط باذن الله تعالى في خلال العام القادم بدايه العام القادم سنقوم بترميم هذه الموقعين الاثريين وذلك توجيهات سريعه للاخ ان شاء الله تعالى ان شاء الله يكون هناك يا استاذ خالد اليه يعني بشكل متسارع من اجل اعاده هذه المتاحف ومنها المتحف المتواجد في كريتر واعاده الترميم بشكل متسارع حتى ينعم ابناء هذه المديريه وابناء محافظه عدن بجمال يعني ما تحويه من مظاهر وتاريخ عريق. اعود الى الجانب الامني في مديريه صيره، كيف تبدو الجوانب الامنيه؟ انتم كمدراء للمديريه كيف يتم التواصل مع اداره الامن وكيف يمكن انكم تؤمنوا كثير من المناطق الحيويه والمنشات الحيويه منها البريد في كريتر، البنك المركزي متواجد في هذه المديريه، كثير من المناطق الاثريه تفاديا لاي هجمات ارهابيه قد تحدث وانتم المعنيين بذلك. طبعا يعتبر الجانب الامني هو الهاجس الاكبر في على مستوى المحافظه. نعم. وذلك ونحن نسعى جاهدين او سعينا جاهدين الى تثبيت الامن والحمد لله قطعنا شوطا كبير وذلك تطبيع الحياه العامه في المديريه والمحافظه عموما وبتوجيهات ايضا عليا من السلطه المحليه في المحافظه ممثله بالاخ اللواء ادريس الزبيدي والاخ اللواء شلال مدير امن عدن الذين يسعوا جاهدين الى اعاده تاهيل مراكز الشرطه في المديريات عموما ولا ننسى ولا يفوتنا الان شكر اخواني في الامارات الذين دعموا هذه الاقسام سيارات الاليات المتحركه التي لا غنى عنها في عمل الجهات الامنيه. نعم. والحمد لله قطعنا شوط كبير وليس مكان للارهاب في مديريتنا باذن الله تعالى. باذن الله تعالى ليس لهم مكان في اي مديريه من مديريات محافظه عدن المحافظه الحبيبه على قلوبنا دائما والعاصمه المؤقته لليمن. اشكرك كثيرا مدير مديريه صيره كنت معي على الهواء مباشره خالد سيدو. شكرا لمن تواصل معنا اليوم وكان معي على الهواء مباشرة ليعرض لنا يعني كل ما يحدث ويدور في نطاق مديريات محافظة عدن. كان معنا خالد سيدو
وكذلك كان معنا مديرية صالة بمحافظة تعز، وأطلعنا على ما يحدث في هذه المديرية وكيف يمكن أن تفعل كثير من الجوانب الخدمية وإعادة وتأهيل كثير من المؤسسات الحيوية، منها الجانب التربوي والصحي في مديرية صالة وكل مديريات المحافظة، التي أيضا كثير من مناطقها تحررت بفضل الله وفضل الرجال الأشاوس وشباب المقاومة الشعبية والجيش الوطني مسنودين بقوات التحالف العربي وطيرانه. دعوني استقبل هذا الاتصال الهاتفي معي على الهواء مباشرة. عمر من السعودية، مرحبا بك. الو، يا مساء الانوار اخي عمر، كيف حالك؟ والله الحمد لله، كيفكم؟ كيف انتم؟ نحييكم ونحيي قناة عدن الفضائية. يحفظك الله، وهي التحية لك ايضا عمر. انت معي على الهواء مباشرة في برنامج راي عام. من اي محافظة يا عمر؟ نعم، من محافظة ياف، من يافع الحد. يا هلا في يافع واهل الحد واهل كل قرى وريف يافع الحبيبة. حياك الله حياك الله يا اخي. يا اخي نحب ننبه يا اخي الحكومة الشرعية هذه، تفضل. الان يا اخي الناس بلا رواتب يا اخي، المتقاعدين والهذا لهم من 5 شهور ومن 6 يا اخي، ايش من حكومة الشرعية هذه؟ بيقول لك يعني بعضهم بيقول لك يعني معناته كان العفاش افضل منهم على كذا. يعني ناس مناضلين وناس ضحوا وما ظلوا وقاتلوا العفافيش وقاتلوا الحويته، يعني في يعني والان بلا رواتب يعني. نعم هذا نعم يا عمر يا عمر، يعني عمره ما كان المخلوع صالح احسن من حكومتنا اليوم. تعتبر اليوم الحكومة تقدم وتبذل قصارى جهدها من اجل يعني تطبيع الحياة في كثير من المحافظات. انت تعرف كيف تعيش اليمن في ظل هذه الظروف. هناك آلية الان يا عمر في موضوع ترتيب الجانب الرواتب، وان شاء الله تسير يعني بشكل جيد. انتم اليوم تقولون يا ابناء الجنوب الحر، يعني تقولون اليوم هذا الكلام انه يعني المخلوع صالح اصبح كان يعني احسن من حكومتنا اليوم، هذا كلام مرفوض يا عمر. احنا ما نقول، احنا جنوبيين كجنوبيين قاتلنا المخلوع صالح سنقاتل. نعم. اخر يوم الله عليك هو الحويت هذا، لكن نعم. الان بشوف الناس يعني الناس ضاقت يا اخي. الناس بيقولوا لك يعني كم لنا هذه الحكومه الشرعيه ما قدمت لنا شيء. نعم. الناس بيقولوا لك احنا بدون رواتب. ناس بيقول لك يعني بلسمسنا واقع يعني ملموس. نعم. يعني التمسنا التمسنا من الحكومه الشرعيه هذه قطعت رواتبنا الان، قطعت يعني في ناس. نعم. الرواتب تعتبر يعني من الاشكاليات اللي الان يعيشها ابناء الشعب، وهناك يعني أكبر. نعم اشكاليه قويه، من اكبر الاشكاليات اللي يعيشها الان ابناء الجنوب الرواتب كل محافظات يعني اليمن. نعم ايوه يجي بنات من جنوب ابناء الشمال. انا ابناء الشمال يعني هم يعني بقول لك يعني هم المسيطر على مناطقهم المخلوع لا يزال، لكن رحنا بالجنوب اقول لك الحكومه الشرعيه الان عندنا الان وش قدمت لنا الحكومه الشرعيه؟ يعني رواتبنا قطعتها من يوم جات لنا الحكومه الشرعيه، ورحنا مع الشرعيه وبنقاتل مع الشرعيه ولازمنا مع الشرعيه. بإذن الله مع الشرعيه، بس الشرعيه يجب ان تهتم بمثل هذه الامور. نعم، ونحن وصلت رسالتك انه يجب ان تكون هناك اهتمام بشكل متسارع. شكرا لك. الله يحفظك يا عمر، واشكرك كثير على هذا التواصل الجميل من ابناء مديريه يافع. واشكر كل من يتواصل معنا، وان شاء الله تكون هناك جهود قويه في موضوع الرواتب. الحكومه يجب ان تستمع لكثير من هذه الاتصالات التي تصلنا دائما. الناس الان في حرقه يعيشون، يعني 4 اشهر والان بندخل على 5 اشهر. فالموضوع طال حقيقه يا حكومتنا الرشيده، يجب ان تكون هناك معالجه سريعه في موضوع الرواتب. الناس قاعت وتحتاج الناس هذه مصدر دخلهم، الكثير من الناس لا يجدون مصدر دخل اخر. دعوني استقبل هذا الاتصال الهاتفي معي من محافظه عدن، ابو ايهم. مرحبا بك ابو ايهم. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمه الله، سعد الله اوقاتك بكل خير يا ابو ايهم، كيف حالك؟ الحمد لله حياك الله اخي على ذي الحياه. يا هلا فيك، يطمنا عليكم. وايش ممكن تقول عبر الهواء مباشره انت في راي عام؟ نعم نعم، انا بالبريقه ساكن طبعا، الاصل من دمار. ما شاء الله والنعم فيك وباهل دمار، حياك الله وعدن الحبيبه، يعني المكان الملجا الحقيقي. اشتي صحيح معلومه اللي يقول ان دمار كل شيء زي دي على غطاء. معك نعم، معك عتمه وصابين هذول لا يمكن ينفعوا، وانا الضحيه الان. انا اتصلت بهذا الموضوع ودخلت من قناه عدن بالاتصال هذا علشان ابرر يعني اوضح موقفي بقدر المستطاع. ان شاء الله توصلك رسالتي. ان شاء الله تفضل. طبعا انا عسكري، ما كنت في معسكر سابقا قبل الحرب. ايه معك، سامعك تفضل واصل رسالتك.
ايوه 23 سنه في الجيش. طبعا اول ما بدا الحرب قام الحوثيين والانقلابيين طلبوا كل الشماليين على اساس يعني يحضروها بسبب الرواتب لا صنعة. نعم. انا طبعا ما رضيت احضر لانه انا مش معقول ولا يعقل ان انا يضحكوا علي او بسبب الراتب. ما رضيت اروح يعني انقطعت عنهم تماما وقفوا راتبي. من 2015 شهر 8 وقف راتبي انا في البريقه. طبعا مع الاسف الشديد حاولت ادخل مع المقاومه ان انخرط معهم قالوا شمالي ما فيش دقه. من ناحيه هذه من ناحيه، من ناحيه اخرى سبحان الله علمنا بالاخير ضحيه لمده سنه ونص راتبي موقف عند الحركه. الى شهر رمضان طلعت صنعاء علشان اتابع بعد مرتبي في صنعاء. نعم. بالاخير وصلت الى طريق مسدود قالوا لي انت مع المقاومه ومدري ايش وهربت منهم هروب. والله عبر سمسار كلمني قال لي احسن ساعات لا تطلع لانك مبلغ مع المقاومه الجنوبيه. رجعت وصلت الى لحج حبسوني في النقطه حق لحج وجلست 77 يوم من النقطه ناشد من المنصوره. بالاخير خرجت من التحالف الحمد لله. الان انا في البريقه لكن اشتي اوصل رساله عندنا بدون راتب. في نفس الوقت كيف بيجيبوا راتبي الشرعيه؟ انا تقدمت اول امس للجنه في سبع جاك لجنه صرف الراتب برضو جيت اسمين مسقط من اللواء 31 سقط اسمي. لكن قالوا اعطينا صوره البطاقه وبنعمل لك. انا الان اتكلم عن رواتبي السابقه من بيعوضني يعني؟ انا للان 900,000 فوقي لاصحاب البقالات بالبريقه والله العظيم ما اكذب واني 900,000 اصحاب البقالات يسالوني داخل البريقه. الله يعينك يا ابو ايهم. هناك لجنه صرف للرواتب العسكريين، حاول تزورهم اكثر وتعرض لهم هذه الهموم، ان شاء الله يكونوا يتابعونا الان على الشاشه وتكون هناك قلوب رحيمه اذا كانت متواجده وانت الان في حضن عدن الدافئ ان شاء الله، ويكون في تعامل لطيف مع اي كان، وابناء الشمال اخواتنا واحبتنا، وهناك وحده قلوب واضحه. نحن نتحدث اليوم عن اقاليم، لا نتحدث عن شمالي او جنوبي، نحن اليوم يمني واحد موحد في اقاليمه المتعدده في محافظات جنوبية وشمالية وفي شرقية وهناك غربية، ولهذا هذه المناطقية والعنصرية المقيتة لا نقبلها إطلاقا ولا يقبلها أي إنسان عاقل، ولهذا إن شاء الله يسمعون حديثك هذا أبو أيهم إن شاء الله، وربي يفرج همك ويسدد دينك إن شاء الله يا رب. نعم وأنا أقبل وأعشم فيكم أنكم توصل رسالتي إلى رئيس اللجنة المكلفة، يعني على الاقل ينظر الى مثل هذه نعم المظالم مظلومه الوحيد اللي داخل عدن من الشمال. صحيح نعم هي مظلومة حقيقية بأن راتبك توقف، وليس العذر أن تكون الشمالي، فأنت ابن اليمن البار وقدمت تضحيات، أشكرك كثير. ويكفي أنك تتحدث باسم الشرعية، يعني خلاص انتهى الكلام. ضد الانقلاب وأنت عسكري، إذا نرفعك على رؤوسنا. إذا إن شاء الله نحن بإذن الله سيكون معنا تواصل مع لجنة صرف الرواتب ونعرض لهم إن شاء الله همك، ويكونوا يتابعون الآن على الشاشة. قناة عدن هي قناتكم دايما، وتحياتي لك يا أبو أيهم. فرج الله همك يا أبو أيهم وكل المواطنين الأحباء اللي تواصلوا معي دائما. معي على الهواء مباشرة الآن غادر من السعودية، مرحبا بك يا غادر. أهلا وسهلا، حياك الله، كيف حالك؟ الحمد لله بخير وعافية. الله يحفظك، من أي محافظة؟ من محافظة تعز. يا هلا يا هلا غادر، أنت من تعز أعتقد، تواصل معنا مرارا في القناة. نعم. حياك الله، نحن نسعد بتواصلك الجميل يا غادر، وتعز دائما ولادة للمبدعين والمتألقين والمتحدثين، وحديثك دائما لطيف وطيب، اتفضل الحديث معك في رأي عام. أولا للمساء همس الرقيق أهديه لكم أنتم من تصير الكلمة معكم لها مذاق آخر. الله. بنوركم يصير المساء أجمل، أنتم مصدر سعادتنا، مساء الخير والأنوار عليك وعلى طاقم قناة عدن الفضائية والمشاهدين. يا هلا يا هلا والله فيك، مساء جميل، وأنا بصراحة أقف عاجز أمامك بهذه الكلمات الجميلة اللي دائما تطربنا فيها في بداية مداخلتك يا أخي غادر، كل التحية لك والأهلك الأحبة دائما من أبناء تعز. ونحن نحييك. وفي البداية تفضل. لا أدري من أين أبدأ كلامي وعن ماذا أتحدث وماذا أقول، هل عن تعز الحبيبة والوضع فيها أم عن دخول الإنقلابيين مدينة تعز لاستهداف المنازل وقتل المدنيين أو على اليمن بشكل عام؟ ولكن لا يسعنا إلا أن نقول عندما نتألم من وضعنا الحالي في بلادنا نصاب بالألم مرتين، مرة على بلادنا والوضع فيها، وأخرى ممن كان السبب في هذا الوضع.
نحن الرجال الشرفاء والأوفياء مع الوطن، نحن الشعراء والكتاب والأدباء والسياسيين، نقول لكم أيها الإنقلابيين، لماذا تدعون بحبكم للوطن وأنتم هدمتم ديور القرآن وفجرتم المدارس والحدائق وحتى المنازل، قتلتم آباؤنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأطفالنا ومشايخنا وعقلاؤنا، أسرتم قاداتنا وقيادتنا، فبعد هذا ستعودون بحب الوطن مرة أخرى؟ يبدو أن المعلومة لا تصل إليكم بالشكل الصحيح، ولكن نحن نصححها لكم أيها الجهلاء بأن الحب للوطن مثل الموت لأنه لا يتكرر مرتين، والقلب مثل القبر لأنه لا يتسع لإثنين. هذا قولنا نحن الكتاب والأدباء، نقولها لكم ونرسلها إليكم. هل تظنون بأن عملكم هذا فيلم وليس حرب وخراب ودمار ومعاناة لهؤلاء الأبرياء ولهذا البلد الذي هو من أطيب البلدان وفيه الحكمة والإيمان وفيها أصل قحطان ونسل عدنان؟ وآخر كلامي أقول فيها، يا من تصارع من أجل دنياك فاترك صراع الدنيا وصارع من أجل آخرتك، ففي الشدة صديق واحد، وفي جنازتك أهلك وأصحابك، وفي القبر وحدك، لا تستغرب، فهذه هي الحياة حقيقة، لا ينفعك إلا صلاتك ملاحظة، لا أجبرك على ذلك، ولكن امتثالا لقوله تعالى، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، كلهم تركوا الدنيا وراء ظهورهم ودفناهم تحت التراب، فحتما سيأتي يومي ويومك، جهز العدة لسفر ليس له رجوع، اللهم ثبتنا على دينك وحسن عبادتك، اللهم آمين. حرم النار على من قال آمين، آمين يا رب. وأدخله الجنة يا رب العالمين، اللهم آمين، اللهم آمين. أشكرك كثير على هذه المداخلة الطيبة واللطيفة أخي غادر من أبناء محافظة تعز، كنت معي من السعودية، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، أشكر كل من يتواصل معي دائما في برنامج رأي عام، لأن هذا البرنامج هو النافذة الحقيقية الذي يطل عليكم من قناة عدن الفضائية، البرنامج النوعي الذي يلامس هموم المواطنين، ولهذا كثير من القضايا ناقشناها وتم التواصل مع المعنيين وكانت هناك استجابات واضحة من قبل المختصين، ومن لم يستجب نقولها دائما بكل صراحة وشفافية أن هناك لم يكن استجابة من قبل بعض المعنيين الذين لا يهتمون بالوطن ولا هم وطنيين أيضا. إذا دعوني مشاهدينا الكرام أنوه لكم يعني في كل مكان، كان غدا إن شاء الله سنكون في حلقة مباشرة في برنامج رأي عام، ولكنها حلقة استثنائية وخاصة جدا، سيكون لدي ضيف من ضيوفنا بإذن الله، وسيكون الحديث يعني والتواصل ومداخلات في موضوع مهم جدا، وهي حملة يطلقها الجميع في اليمن الحبيب في موضوع المختطفين قسريا، وهذا الموضوع شائك ومهم جدا، يجب أن نقف حيال هذا الموضوع الذي أصبح يعني طال أمده، وهناك اختطافات من قبل الحوثيين والميليشيات الحوثية البغيضة التي اختطفت السياسيين والإعلاميين والصحفيين وكثير من أبناء محافظات اليمن السعيد. هناك أيضا الحديث عن المختطف فيصل رجب، أيضا عن محمود الصبيحي اللواء محمود الصبيحي، وكذلك عن ناصر منصور، وكل هؤلاء إن شاء الله سنحاول نعرض الهموم غدا، ولكن في حلقة خاصة بإذن الله نطالب بالإفراج عن كثير من المختطفين إعلاميين وصحفيين وسياسيين، وأيضا القادة الذين هم الآن في أيادي الميليشيات الموتورة المأفونة. إذن مشاهدينا الكرام ابقوا معي إن شاء الله يوم غد في هذه الحلقة المباشرة التي ستكون الساعة 7 مساء بتوقيت عدن وضواحيها، إضافة إلى أن هذا البرنامج يعاد يوميا الساعة 7 مساء يبث، ويعاد 1 بعد منتصف الليل الفجر، وأيضا 1 ظهرا اليوم التالي. دعوني استقبل هذا الاتصال معي على الهواء مباشرة. أم ناصر، مرحبا بك يا أم ناصر. أم ناصر، السلام عليكم. يا هلا، كيف حالك أم ناصر؟ الحمد لله، كيفك يا ابني؟ والله بخير عافية، الله يحفظك يا خالتي العزيزة. كيف أنت وكيف الأهل معك، طيبين؟ الحمد لله. يحفظك الله يا غالية، تفضل الحديث معك. الله يسعدك يا ابني. يا رب. أبو عزي، شهداء الصلبان رحمة الله عليهم، تفضلي. الذين قتلوا لأنهم يعني كذا قتلوا، كان لعب بزورة معهم طرافية، يعني لهذه الدرجة دم القلوب يشفق. يا بعدين بصراحة يا سمير يا ابني في شيء يعني محيرني صراحة، يعني شيء يعني معقولة أبناء الجنوب يقتلوا بحزمة ناسفة
يعني ومأرب فيها جنود كمان، بس يعني ربي يستر عليهم. انا ما بس يعني كيف هذول الارهابيين يقتلوا في عدن وفي ابناء عدن وبالذات في المحافظات، في محافظة ابين، يعني مش بسيط. هبوا يا ابناء باكاسم، هبوا، ما هي بسيطة قتل ابنائكم. هبوا شوفوا من اللي يقتل، هل هي قاعدة؟ في عندنا نحن القاعدة، القاعدة نسميها سرير، سرير قاعدة، قاعدة وسرير، وهذا كرسي متحرك اللي يقتل أبناء الجنوب، كرسي متحرك، لا قاعدة ولا سرير، كرسي متحرك يقتل أبناء. ليش؟ ما هي معرف فيها يا ابن الحلال، الشريقة، الشريقة كم تبعد عن كرش، فيما حوثيين، ليش ما تروح القاعدة هناك تفجر؟ ليش يفجروا أبناء بالذات؟ ليش أبناء الجنوب؟ ليه أبناء الجنوب؟ نحن نفس اللي قتلنا في 94 هو اللي قتلنا للحين، يعني معقول؟ ما احنا عندنا حوثيين في المحافظات الشمالية، ليش ما يروحوا يقتلوهم؟ ليش ما يفجروا فيهم؟ ليش الانفجار بس بأبناء؟ ليه؟ ليه؟ هذا سؤال صراحة حيرني وحير جميع الأمهات. اليوم الأمهات اللي بيتباكوا على أبنائهم راحوا مساكين على سان 20,000 مدري 25,000 يقتلوا، يقتلوا بحزمة ناسفة، وجع القلب، القلب يوجع. كنت متحرك اللي يقتل أبناء الجنوب، إبادة أبناء الجنوب، إبادة شباب الجنوب لهذه الدرجة يا عبد ربه منصور؟ هذه حققوا، ابحثوا، حبوا يا أبناء باكازم، من اللي قتل أبنائكم؟ جميع المحافظات الجنوبية، من اللي قتلهم؟ ليش؟ أنا مستغربة على هذه القاعدة اللي هي جالسة في الجنوب بس. ما احنا نخوض حرب يا ناس، ما هم الحوثيين 24 ساعة فيهم في الشريقة وفي مريس وفي من اللي قريب للحد، ليش ما يروحوا يفجروا فيهم؟ ترى الريحة طلعت، راحت الريحة وقلوبنا اتقطعت، حتى ما حصلوا اللحم حقهم يعرفوا أبنائهم. حرام، وأقسم بالله حرام، الله يحرق من اللي يشارك ومن اللي يختفي ورا الستار ورا الكواليس، الله يحرق بأولاده. آمين. زي ما حرق أمهات فكازم على أبنائهم وأمهات منطقة الحصن اللي قبل 3 شهور اللي قتلوا من ضمنهم واحد قلت لك يقرب لي معمه اللي هو وحيدها. نعم. ترى حرام يا عبد ربه منصور، هذه شوف من اللي يقتل أبناء الجنوب. ما احنا نخوض حرب الحوثيين في جميع المحافظات، لماذا؟ ليش مأرب ما في بان سيجارات؟ مأرب بس اللي بعد شوية يقولوا والله مسكنا خلية إرهابية، يعني ايش معنى في عدن؟ ولا هذا عشان اسمه الزبيدي وشلال، عشان الزبيدي وشلال؟ يا شلال يا شلال يا شلال، لازم تعمل حملة، واللي ما عنده بطاقة شخصية انبذه ودي اي مكان، حتى اذا كان من ابناء المحافظات الجنوبية لازم تحققوا معه، لازم تشوفوا من اللي ما عنده بطاقة شخصية، لازم، واللي يسكنوا في 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 البيوت في اللي يجي يستأجروا بيوت لازم يحققوا منهم، لازم يكون عينهم المواطن في حارته، يكون جندي في حارته. نعم. لازم يخلوا عيونهم مفتحة على الداخل والخارج كذا، خلاص كذا، خلاص يا سمير. نعم، هذه حرقة أم. أنا أشوفني طالع على جميع القنوات من 1990 من يوم الوحدة. الله يطول بعمرك يا أم ناصر، حفظك الله. الله لا يسامحك يا البير، الله لا يسامحك. اسم الوحدة، اسم الوحدة اللي احنا دخلنا فيها، دخلنا في وحدة مننا 3 مليون على 20 مليون، احنا نقتل اليوم، لا متعلمين عندنا ولا شيء. ايش هم ابناء الجنوب؟ ايش هم ابناء الجنوب؟ يبيعوا بطاطيس ويبيعوا تنبل، لكن ابناء المحافظات الشماليه كلهم ما شاء الله تبارك الله دكتوره قد معاهم وماجستير، ونحن يا قتل بحزام ناسف يا جلس في البيت. ترى حرام، حسبنا الله. وعادوا بعض الاحيان يطلعوا، انا استمع عليهم، يطلعوا في القنوات الفضائيه نحن في عدن يضايقونا، وعن الحملات اللي سواها سلال كم يا في الفيسبوك طلعوا لك يسبسبوا، ليش ما تشتوا امن في عدن؟ يعني خلاص يعني يختلط الحابل مع النابل؟
وعلى ريح المرق ستو، يعني اي واحد يقتل اخونه خلاص قاعده؟ لا والله حرام، وقسما بالله حرام. اليوم فينا بكره فيكم ترى. نعم يا شيخ، انا اتفرج على الحوثيين يدخلوا لما اسمه، ليش يروح يقتلوهم؟ بس اللي عينهم على الدم الجنوبي. دم غالي. احنا نخوض حرب، مفروض قاعده لان مستدق قاعده بتفجر اي مكان، وانا عندي خبره واشوف التلفزيون القاعده تحارب العسكر ولا اسمه، وانا مساكين اقول جواعه يبغوا معاشات يفجرون بايش؟ هذا اباده الجنوبيين. إبادة الجنوبيين يا عبد الرب منصور، هذه إبادتنا، بس بطريقة القاعدة. هذه مش قاعدة ولا قاعدة ولا سرير، هذا كرسي متحرك اللي يبيد أبناء الجنوب. مواطنين ذولا اللي قتلوا، مواطنين هذول. يا شلال لازم البطاقة الشخصية، لازم البطاقة، اللي ما عنده بطاقة شخصية حتى أخوي ولا أختي ولا أي حاجة اسجنها وهي بدون بطاقة شخصية، دخلها السجن. لازم بطاقة شخصية وترجع الحملة من جديد، واللي يزعل واللي يبغى يجلس الله يحييه ومعه بطاقة شخصية، واللي بدون هوية حتى له جنوبي وانتو جزيرة صغرى. لا هذا وخلاص ترى، نحن نبيد، نحن تبيدونا بالخمسين؟ حرام قسما بالله حرام. بعدين ليه؟ ما احنا نخوض حرب في جميع المحافظات يا عبد الرب منصور، هذه ليش ما تروح القاعدة في الأماكن الثانية تفجر إذا كان في من صدق قاعدة؟ ولا بس عشان الجنوبيين بس يقتلوا في الجنوبيين؟ يلا بيدوهم الجنوبيين، يعني رجع 94 رجعت بس بطريقة جديدة، بطريقة إيه؟ بطريقة القاعدة والحزم الناسة. ترى خلاص ما حد عاد يعني هبل ولا قبيل، ترى مفتحين كلنا والريحة فاحت يا عبد الرب منصور، الذي يقتل الجنوبيين ريحتهم فاحت ترى. 3 أيام وأنا مريضة. وقع قلب وفعلا يا أم ناصر. لأن يا شيخ أنا بتألم على أبناء أي محافظة. صحيح. لكن لحم يا شيخ لحم، وبعدين أفكر ليش هذه القاعدة ما تروح معرب؟ يا سلام على معرب، يبقى يعني مخابرات قوية يحصلوا اسمهم هذول الارهابيين. نعم. اليوم مسكنا يا ام ناصر. ها. الله يحفظك، هي حرقة الام التي تحرق لابنائها. احنا انحرقنا وهذه فعلا انحرقنا. يعني من حقك تتحدثين بهذه الحرقة. اسم الوحدة. وان شاء الله اسم الوحدة. نعم. انا لاحظت واقسم لك بالله وراس اولادي ان في سيارة فيها ميتين من الجنود الجنوبيين، وكانوا يضبطوهم ابناء المحافظات الشمالية. واقسم لك بالله في حرب 94 يزبطون في اوجاعهم، كان في سياره شاف ورؤوسهم مدندله على تحت، واقسم لك بالله انه كان يزبطوهم. هذا قبل سنتين، مدري قبل 3 سنين. صالح الحدي من اللي قتله؟ مش جنود شماليين؟ وكان يقولوا هذا كبش العيد يزبطوه برجولهم، ها ولا لا؟ ترى خلاص أم ناصر فينا. لا سمير فاض فينا أبناءنا تقتل باسم القاعدة. يعني لا للدرجة نحن أغبياء؟ لا بس إن شاء الله إن شاء الله تكون رسالتك وصلت يا أم ناصر بإذن الله تعالى. نشكرك كثير على هذا التواصل وهذه المداخلة لإرسال رسالة إلى الحكومة بأن الجنود الجنوبيين دمهم غالي، وإن شاء الله لا تتكرر مثل هذه يعني الهجمات الإرهابية البغيضة التي تستهدف الوطن الحبيب. دعوني استقبل هذا الاتصال الهاتفي، معي من محافظة الضالع لطف على الهواء مباشرة. مرحبا بك يا لطف. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. والله أنا حبيت أشارك معكم في رأيي. يا هلا فيك يا لطف. وأتمنى حياك الله. تمام الله. حياك الله. تفضل. أوجه رسالتي للشباب في على يعني في جميع يعني ربع الوطن. نعم. يعني يتثقفوا بثقافة عالية يعني، وأن يكونوا على مستوى يعني الثقة يعني في وطنهم. نعم. وأن يكونوا يحافظوا على وطنهم، خاصة وعدم الانجرار وراء يعني المجموعات الإرهابية وهذه الأشياء الذي يعني تضر بالوطن.
الوطن يعني لا يتحمل يعني إن أكثر من هذا يكون يعني أكثر من الأوجاع الذي يمر فيه به من أصعب المراحل التي يمر فيها الوطن، والشباب هم حاملين مستقبل هذا الوطن. فإذا كنا نحن لا نوعي ولا نتساعد يعني مع وطننا ونكون جديرين بثقة في حماية وطننا، فكيف يعني سنصل؟ إذا كان حدث في الماضي الجهل والأمية وعدم وجود يعني تعليم، فنحن الشباب مفروض نكون عندنا قدر لحب وطننا وعدم الاندلال وراء المجموعات الإرهابية. يجب أن نكون مثلنا مستوى العالم يعني كيف يحافظون على وطنهم. فهناك دول لا نسمع فيها يعني، لأن المجتمعات فيها واعية جدا وهم يحبون مصلحة وطنهم، وما حدا يعني يكره وطن. ضروري يكون الشباب هم يعني بالمقدمة في حماية هذا الوطن. ننظر الآن ماذا يحدث هنا في الوطن، يعني تفجيرات في الجوامع، في كذا المعسكرات، المعسكر يعني الصوربان، وكان ضحايا ومن وراء يعني كم يعني ضحايا هناك قتلوا يعني بسبب يعني تفجير. فهذا كل ما تزرعه هي المجموعات الإرهابية وهذه الأشياء. فأنا أحمل إنه كل يعني وطن يعني يظل يحافظ على وطنه ويتساعد يعني في الإبلاغ عن هذه المجموعات الإرهابية حتى ينعم الوطن بالخير. هناك مشاكل في الوطن على ربوع الوطن، لكن نحن مفروض أن نقف يعني إلى يعني مع وطننا وعدم يعني انجرار هذه الفئات الطائفية الظلامية التي يعني تريد تضر بوطننا. يعني نحن فإن هناك من ناضل من أجل بناء الوطن، وأنت تعرف كذلك يعني في أيام ما كان ما مش موجود التعليم، أيام ما جاءت يعني ثورة سبتمبر وكذا، ويعني ناضلوا آباءنا على إشان يوجد هذا الوطن على المرحلة الذي وصلنا نحن فيه، ننعم بالحرية والأمن والسلام. فهنا قمة ذلك نحن نجي جيل اليوم هذه ونكون ونتبع يعني طائفات هنا، يعني قال لك القاعدة، قال لك داعش، قال لك صحيح، ويعني وننجر وراء هذه المجموعات التي تضر بكل أبناء. ما ذنب الناس الذين يعني يقتلون يعني جماعيا في الجوامع في كذا تفجيرات؟ فهذا يعني مش مصلحة وطننا، ويجب أن نكون على يعني نتحمل مسؤولية وطننا، يعني أن نبني هذا الوطن ونحافظ عليه فمثل حلقة أعيننا. هذه مشاركتي أنا أنادي فيه بها الشباب في جميع مستوى الوطن، وأن كل إنسان يفكر يعني يعني هناك يعني كل إنسان يعني يفكر في وطنه. يعني هناك يعني يجب أن أبني لنفسي يعني وطن آمن ومستقر، ويجب أن أعمل السلام، يجب أن أخذ حقوقي وأتعلم وأبني نفسي يعني لا أنا. ومن يحمل لواء الوطن الحبيب هم الشباب، ويعول على الشباب دائما لأنها الفئة الأكثر قوة ونضج إن شاء الله. وشباب اليمن لا يختلفون أبدا، بل هم أكثر قوة عن كثير من الدول العربية والعالمية. فشباب اليمن معروفين بقوتهم ونضجهم ويعني عمق تفكيرهم، ولهذا هذه الرسالة إن شاء الله تكون وصلت إلى شباب اليمن الحبيب من أجل الحفاظ على أوطانهم. أنا أشكرك كثير على هذه الرسالة التي قدمتها يا أخي لطف من محافظة الضالع، وهي تحية لك والأهل الضالع ولكل الشباب الطموحين في هذه المحافظة. إذن مشاهدينا الكرام، ما زلنا نستقبل تواصلكم عبر برنامج رأي عام، برنامجكم أنتم دائما عبر شاشة قناة عدن الفضائية. ما عليكم إلا فقط إرسال رسالة قصيرة SMS فيها كلمة رأي عام على الرقم المدون أسفل الشاشة، وتم التواصل معكم مباشرة لتكونون معنا على الهواء مباشرة وتدلوا بكل آرائكم حتى نكون للحقيقة أصدق دائما، ونكون شفافين واضحين معكم في كل همومكم وقضاياكم التي تأتون بها عبر شاشة قناة عدن الفضائية. وإن شاء الله يتم التواصل مباشرة مع المعنيين والمختصين لمعالجة كثير من هذه الجوانب والقصور الذي يحدث في كثير من المؤسسات والحكومة والدولة. إذا مشاهدينا الكرام، هي لحظات فقط تفصلنا عن انتهاء برنامج رأي عام. نتمنى دائما أن تكونون بصحة وسلامة وعافية في الوطن الحبيب، وأشكركم من تواصل اليوم معنا وأدلى برأيه وتحدث في همه، وهي تحية لكل المختصين والمسؤولين والمعنيين الذين
يعني يقفون مع الوطن اليوم، الشرفاء هم من يحملون رايات الوطن الحبيب، ولهذا تحية لكل المخلصين من يعني القيادات في الحكومة أمام الذين ليسوا وطنيين ولا يمثلون أبدا إطلاقا، نقولها بكل شفافية. نريد اليوم يعني قيادات حكومية وفي الحكومة في مؤسسات الدولة في كل محافظة اليمن يعملون من أجل الوطن. الوطن اليوم بحاجة إلى عمل دؤوم، بحاجة إلى يعني تفاني في العمل، إلى تكاتف الجهود يدا بيد من أجل تحقيق الأقاليم اليمنية المتحدة قريبا، حتى تبقى اليمن يعني متقدمة في صفوف الدول المتحضرة. بلادنا الحبيبة تنعم بكثير من الخيرات، ولكن لا نعرف لماذا أصبح هناك ثقب وخسق واضح في كثير من مخرجات هذا الوطن الحبيب. دعوني مشاهدينا الكريم أوجه لكم التحية في ختام برنامجنا، هذا برنامج رأي عام إن شاء الله، ونكون دائما قريبين منكم. سميرة السرور يقول لكم شكرا لطيب الإصغاء والمتابعة، ودمتم في رعاية الله، إلى اللقاء. رأيك غير رأي، غير رأيها، غير رأي ناس كثير. لازم يكون هناك اختلاف، لكن هناك مواضيع كلنا غالبا نتفق فيها، وهذا الذي يسمى الرأي العام. من خلال برنامج رأي عام سنتعرف على رأي المجتمع والإعلام والصحافة ورأيكم أنتم أيضا، من خلال مشاركتكم على الهواء مباشرة في كل قضية أو ظاهرة أو خبر يتعلق بحياتنا، لكي نكون للحقيقة أصدق. للمشاركة بالبرنامج يرجى إرسال رسالة نصية بكلمة رأي عام على الرقم التالي